Спасибо. Чон Рахмат, спасибо за выступление. Итак, продолжается конкурс. Сейчас мы приглашаем на сцену участников по номеру 11 из Якутии Шукуров Мухаммед Дамин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب بها من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتبه انتبه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب بها من أشاء. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من يشاء ورحمتي. قال عذابي أصيب به دلشي. قال عذابي أصيب به من يشاء. من أشاء. قال عذابي أصيب به من يشاء. من أشاء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
وكلماته واتبعوه لعلكم ترحمون وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 347 مؤمنون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هنا يا أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكارهون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما كسبا ولعلا إذا لذهب كل إله بما خلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما إذا لذهب كل إله اقرأ لها يا شيخ خلاص يحذف 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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بداية صفحة ونبئهم بداية صفحة هي ونبئهم أن الماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى وعقر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صاحبة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر
ولقد يسرنا القرون للذكر فهل من مدكر القرون اشرس ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم صيحة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر